بسم الله الرحمن الرحيم. رمز اللؤلؤ في المنام، رمز جميل تقدمت منه أحلام حكيناها كثيرة. وفي بعض الأحيان اللؤلؤ يرمز إلى القرآن، في بعض الأحيان إلى السنة، في بعض الأحيان إلى السورة من القرآن، في بعض الأحيان يرمز إلى البنت أو المولودة، تمام، يرمز إلى العلم، يرمز إلى الحكمة. فهذه الرؤية التي سأحكيها جميلة. جاء رجل إلى مفسر أحلام وقال: رأيت أن في يدي مجموعة من الجواهر واللآلئ وأني ألقيها عند أقدام الخنازير، وأن هذه الخنازير تطأ عليها وتدوسها. فقال له الرجل أو مفسر الأحلام: أنت رجل عنده حكمة وعلم، ولكنك تعلمها لمن ليس من أهلها، يعني لأناس ليسوا أهلا لهذا العلم والحكمة. ولذلك اللؤلؤ هنا رمز إلى العلم والحكمة، والخنازير رمزت إلى أناس سيئين ليسوا أهلا لهذا التعليم. وقد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في سنن ابن ماجة، لكنه حديث ضعيف أو ضعيف جدا. وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجواهر واللؤلؤ، فلكن الحديث ضعيف، لكن هي حكمة مشهورة عند الناس اللي يعلم العلم غير أهله، كالذي يلبس الخنزير العقد أو ما شابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.